حلوى اليوم الكازار لثمانية أشخاص، 765 سعرة حرارية للصحن الواحد. المقادير كالتالي: لوازم العجينة طحين حلويات 300 جرام أو 3 أكواب، لوز مقشور مطحون 30 جراما أو ملعقتان كبيرتان ونصف، بيضتان، ليمون حامض برشة واحدة، سكر بودرة 90 جراما أو 3/4 الكوب، زبدة 160 جراما أو 3/4 قالب صغير، وقليل من الماء. لوازم الحشوة: زلال بيض عدد 4، مربى المشمش المصفى 50 جراما، كرز مجفف 5 حبات، لوز مقشور مطحون 250 جراما أو كوبين، ليمون حامض برشة واحدة، زبدة 30 جراما أو ملعقة كبيرة، سكر 250 جراما أو كوب وربع، ماء الزهر ملعقتين صغيرتين. الكازار تسمية إسبانية محرفة من الأندلسية، وأصلها العربي هو القصر. برشة من قشر ليمونة حامض كافتتاحية، ثم 160 جراما زبدة أو 3/4 قالب صغير، نضيف إليها 90 جراما سكر بودرة أي ما يعادل 3/4 الكوب. نفرك الخليط جيدا بيدنا لتذوب الزبدة وتنخلط بالسكر البودرة، ثم نضيف إلى الخليط ملعقتين كبيرتين أو 30 جراما من اللوز المقشور والمطحون، ونفرك الخليط بيدنا مجددا إلى أن يتماسك مثل العجين. نفقس أو نكسر فوق الخليط بيضتين كاملتين. أصبح عندنا في الوعاء برش ليمون حامض، زبدة، سكر بودرة، لوز مطحون وبيض. نعجنها بيدنا لتمتزج جيدا، ونضيف إليها مقدار 3 أكواب طحين أو ما يعادل 300 جرام. نتابع عجنها بيدنا إلى أن تتماسك وتصبح عجينة سميكة. نعطر هذه العجينة بمقدار ملعقتين صغيرتين من ماء الزهر، والمقصود هنا زهر الليمون. وهكذا عجينتنا جاهزة. نلفها بورقة نايلون لئلا يجف وجهها وتتكون عليه قشرة قاسية. نتركها مدة ربع ساعة لترتاح، كما نقول بلغة مصطلحنا الفني. ربع ساعة هذا محتسب ضمن 60 دقيقة التي يستغرقها تحضير هذه الحلوى. ننتقل إلى تحضير الحشوة. في وعاء مناسب نضع 250 جراما من اللوز المقشور والمطحون، نضيف إليها مقدار كوب وربع سكر أي 250 جراما، ونخلط جيدا قبل أن نضيف زلال 4 بيضات. نبرش فوق الخليط بعضا من قشر ليمونة حامض أو نضيف رشة فانيليا، لا فرق، فأحدهما يرافق البيض دائما في الحلويات. نخلط جيدا بواسطة ملعقة خشب، ثم نضيف مقدار ملعقة كبيرة من ماء الزهر، ونتابع خلط محتوى الوعاء إلى أن نحصل على حشوة متماسكة تشبه العجينة إلى حد بعيد. تمهيدا لتذويب الزبدة نضع مقلاة على النار، ونضع جانبا قليلا من الحشوة قبل إضافة الزبدة إليها لاستعماله في تزيين وجه القالب لاحقا. ثم نضع 30 جراما زبدة في المقلاة لتذويبها فقط دون أن نغليها. بعد أن يسخن معدن المقلاة نحرك فيها الزبدة لتذوب بعيدا عن النار، ثم نضيف هذه الزبدة الذائبة إلى كتلة الحشوة في الوعاء.
نحرك جيدا إلى أن يصبح لدينا كتلة لزجة متماسكة قوامها اللوز المطحون والسكر وزلال البيض وبرش الليمون والزبدة. نضع الحشوة جانبا ونعود إلى العجينة التي ما زالت كما تركناها رطبة. ننثر على الطاولة قليلا من الطحين لئلا تلتصق بها العجينة، وننثر كذلك بعضا من هذا الطحين فوق العجينة ونرقها بيدنا قليلا فنحصل على رغيف من العجين. نرش تحته مجددا بعض الطحين وقليل من الطحين أيضا فوق وجهه، ثم نعود إلى رق العجينة، وهذه المرة ليس باليد إنما بواسطة الرقاقة الأسطوانية الخشبية التي نسميها الشوبك في بعض البلدان العربية، وهذه الكلمة تركية وشائعة في بلاد الشام. نلف رقاقة العجين على الشوبك تمهيدا لحملها بسهولة ولنتمكن من فلشها فوق القالب. نضغط بأصابعنا على العجينة لتأخذ شكل زوايا القالب، ثم نزيل بيدنا أو بالسكين ما فاض من هذه الرقاقة عن حافة القالب. العجينة الآن في صحن القالب وكأنها هي صحن بحد ذاتها. نجمع ما فاض وبقي من هذه العجينة في كتلة جديدة ونرقها مجددا لنصنع منها أشرطة عجين، ثم ندهن صحن العجين في القالب بمربى المشمش المصفى. نعود إلى كتلة الحشوة فنعبئها في القرطاس أي الكيس المخروطي الشكل المزود برؤوس مختلفة الأحجام لمختلف الاستعمالات، والرأس في هذا المخروط يشبه النجمة ويعطينا حبلا مضلعا من العجين. نضم أطراف أو أردان القرطاس لنطرد فقاقيع الهواء من العجينة التي في داخله. ثم وبعناية فائقة وبكثير من هدوء الأعصاب والفن نوزع الحشوة على شكل حبل متواصل قدر الإمكان في صحن العجين، وكأننا نرسم خطا حلزونيا يبدأ من محيط الصحن وينتهي في نقطة الوسط. أثناء رسم هذا الحبل لا نترك فراغات بين الخط والآخر، وإذا حدث وظهر فراغ لا مانع من قطع الحبل مؤقتا وملء الفراغ ثم متابعة الرسم حتى آخر نقطة. لا يقتصر فن الشيف أنطوان على طريقة التقديم والتحضير، بل يتعداها كما نرى إلى دقة المقادير. وها هي آخر نقطة. رقاقة العجين المتبقي من صحن القالب نقطعها أشرطة ضيقة مستعينين بمسطرة أو بما شابهها. نرسم بواسطة هذه الشرائط شبكة أو مشربية فوق قالب الكازار
تذكرنا بمشربيات شرفات ونوافذ قصور الأندلس العربية الطراز والهندسة. هل تذكرون ذلك القليل من الحشوة الذي وضعناه جانبا قبل إضافة الزبدة؟ جاء دوره الآن، نضعه في القرطاس، نعصره قليلا لطرد الهواء، ثم نوزع منه نقطة في كل فراغ من فراغات المشربية. قد نتساءل لماذا تركنا هذا الجزء من الحشوة من دون زبدة، والجواب سريع: في الحرارة تذوب الحشوة التي فيها زبدة وتفقد شكلها، بينما تبقى نقاط الحشوة التي من دون زبدة متماسكة محافظة على شكلها قبل الفرن وتتحمر بسرعة أكبر. على كل حال سوف نرى ذلك بعد لحظات. بعد الانتهاء من هندسة هذه المشربية الجميلة، نضعها في فرن متوسط الحرارة أي 150 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة. نخرج القالب بعدها ناضجا محمرا يستحق اسمه الكازار أي القصر. ولا يفوتنا أن نلاحظ نقاط الحشوة في فراغات المشربية، إنها حقا محمرة وقد حافظت على شكلها. نزين هذه النقاط بقطع من الكرز المجفف الأحمر فيزداد جمالها جمالا وشهية. ومع طبق الكازار الشهي نتمنى لكم مأكول الهنا. كانت حلوى اليوم الكازار لثمانية أشخاص، 765 سعرة حرارية للصحن الواحد. نذكر بالمقادير: لوازم العجينة طحين حلويات 300 جرام أو 3 أكواب، لوز مقشور مطحون 30 جراما أو ملعقتان كبيرتان ونصف، بيضتان، ليمون حامض برشا واحدة، سكر بودرة 90 جراما أو 3/4 الكوب، زبدة 160 جراما أو 3/4 قالب صغير، قليل من الماء. لوازم الحشوة: زلال بيض عدد 4، مربى المشمش المصفى 50 جراما، كرز مجفف 5 حبات، لوز مقشور مطحون 250 جراما أو كوبان، ليمون حامض برشة واحدة، زبدة 30 جراما أو ملعقة كبيرة، سكر 250 جراما أو كوب وربع، ماء الزهر ملعقتان صغيرتان.